لمدة لا تتجاوز الساعة من الوقت بقيت مدعي عام جبل لبنان غادة عون داخل مصرف لبنان، كما دخلت خرجت من دون مصادرة خزانات أو مستندات، وكل ما استطاعت فعله هو توجيه أسئلة لمديرة مكتب الرياض سليمي، فحتى المداهمة التي تحضر لها عناصر أمن الدولة أوقفها قرار القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش. وفي الرواية التي بدأت صباحا أن القاضية أجرت اتصالا هاتفيا بالقاضي رجا حاموش وطلبت منه مرافقتها إلى مداهمة المركزي، لكن حاموش رفض طلبها واعتبر أن مدعية عام جبل لبنان تخطت صلاحياتها بإجراء مداهمة ليست ضمن نطاقها الجغرافي والقضائي في العاصمة بيروت، عدا عن أن الدولة لا تداهم مؤسساتها. وتقول معلومات الجديد بأن عون بادرت حاموش إلى القول نزال معي مسكرين علي، وكان جواب حاموش انت شو إلي قصة ليه بدك تداهمي. دخلت عون إلى المركزي وأجرت اتصالا آخرا بحاموش وتقصدت إسماع الضباط من أمن الدولة والموظفين لمضمون المحادثة، فما كان من حاموش إلا أن أعاد تكرار رفضه لهذا التصرف غير القانوني، وبدل حصولها على إذن تقصد حاموش تعميم المخالفة على الملأ وأبلاغ كل من يسمع أن هذه المداهمة تتجاوز كل الحدود. وعلى الرغم من ذلك أشاعت القاضي عون أنها حاصلة على إذن من القاضي حاموش بالدخول إلى مبنى المركزي قبل أن يعود عن قراره ويطلب من عناصر أمن الدولة المغادرة. وهنا يستغرب مصدر قضائي كيف أن عون دخلت بمخالفة وخرجت بادعاء غير صحيح حيال الإذن من المحامي العام الاستئنافي في بيروت. أنا قبل ما أجي بمدة عام تمييز عدت مرات ما كان في جواب، اتصل النائب العام ببيروت ما كان في جواب، اتصلنا بالرئيس حموش وقلت له في إشارة قضائية بدنا إذن منك، قال أوكي سو بس من دون شفنا لجوا وشفنا السكرتير قال منا هون. بعدين بيجي إشارة من رئيس حموش كل مكان، أنا عندي إشارة قضائية بدي نفذها وأكيد بإذن من النيابة العامة ببيروت، وحكيت النيابة العامة التمييزية ما جاوبتني، الرئيس حموش قال تتركوا. بعد مغادرة عون نفذت نقابة موظفي مصرف لبنان إضرابا في الباحة الخارجية اعتراضا على التجاوزات القانونية والطريقة التي وصفوها بالميليشياوية للقضية. اليوم للمدعي العام التمييزي ولكل القضاء عم نبعث له رسالة، ونحن هيدا القانون عطينا إياه، نحن الإضراب هو على أنفسنا حاملينه على ظهرنا وعم نتعب تعب الله ما حدا حاسس فينا وبالأخص القضاء. نحن مطلوب هلا اليوم سكر مصرف لبنان وبعدين بناخذ القرار اللي هي المرة الثانية التي تحضر القاضي عون شخصيا مداهمات بحثا عن رياض سليمي، ولكن من دون الوصول إلى أي نتيجة. ريم حمدان، قناة الجديد.